لو عايز انقل كل الاكتيفيتيز اللي عندي جوه البرنامج الزمني على البريمافيرا لشيت اكسل بنفس اللاي اوت بنفس الالوان بنفس ال WBS بكل شيء، اعملها ازاي؟ وبضغطة زر واحدة بس. هناخد كنترول A الانشطة كلها، وهنروح على كنترول C ونروح على شيت اكسل، نعمل كنترول V ونشغل الماكرو بتاعنا. هتلاقي عندك كل حاجة اتنقلت بنفس الألوان بنفس كل شيء. طيب نطبق الكلام ده ازاي؟ أولا هنقوم ببرمجة شيت اكسل لمرة واحدة بالمعادلات ونشغل الماكرو، وبعد كده الفايل هيبقى شغال معاك لأي مشروع أو أي برنامج زمني زي ما أنت عايز. تمام؟ أول خطوتين لازم تعملهم عشان تتأكد إن الماكرو يشتغل معاك بشكل سليم، هتروح على الفايل وتختار اوبشنز كاستمايز ريبون، وتختار من هنا الديفلوبر تاب تكون فعالة عندك. تمام؟ بعد كده هتخش على تراست سنتر، تختار تراست سنتر سيتنج، بعد كده تختار من هنا الماكرو سيتنجز وتنيبل الفي بي اي ماكروز. تمام كده عشان يشتغل معاك الماكرو بعد كده بدون اي ايرورز. تمام، هنقفل بقى الشيت ده ونروح نشتغل على الشيت الجديد بتاعنا. اوكي، اول خطوة هنعملها هنجيب الاكتيفيتيز بتاعتنا كنترول A كنترول C وندخلها جوه شيت الاكسل كنترول V. تمام، بعد كده نبدأ بقى نسجل ايه الماكرو البروسيس اللي احنا هنعملها كلها. تمام، هتروح على الديفلوبر وتختار ريكورد ماكرو، هتسميه مثلا كونفيرت B6 طبعا بدون فواصل. تمام، تختار الاختصار بتاعه مثلا كنترول شيفت دي مثلا. تمام سوري، هنا كنترول شيفت دي مثلا، وهتقول له اوكي. طبعا لو لاحظت حاجة هنا WBS هتلاقيهم كلهم ليفلز تحت بعض. تمام، والليفلز دي في اول كل في اول كل اسم لل WBS هتلاقي هنا في مسافات، المسافات دي هتعبر عن الليفلز بتاعتنا. طيب عشان نجيب الليفلز دي نحددها جوه شيت الاكسل، هنحددها ازاي؟ كده الماكرو شغال معانا هنا اهو، ستوب ريكوردنج. لا مش هنعمل ستوب ريكوردنج دلوقتي طبعا، احنا لسه هنبدأ نسجل. تمام، اول حاجة هنعمل انسيرت هنا كولوم جديد، وهنقول له المعادلة دي معادلة مهمة جدا، هي اللي هتجيب لنا رقم ارقام المسافات قدام كل اسم من اسماء ال WBS. تمام، هنقول له فايند تاب trim tab B2 اللي هي الخانة دي. تمام، في القوس كوما B2 في القوس ناقص واحد على اتنين. تمام، احنا كده جبنا المسافة اللي قدام اول WBS. تمام، هنطبق بقى المعادلة على كل الصفوف اللي عندنا. تمام، بعد كده هنروح على ال conditional formatting home conditional formatting، نختارهم كلهم الأول كنترول A. تمام، بعد كده نختار conditional formatting من هنا ونبدأ ندخل الألوان بتاعتنا. اوكي، هنقول له use formula to determine which cells to format، هنقول له and ساوي and A1 يساوي 0 كوما C1 يساوي بلانك. اوكي، ونقفل القوس. يعني معنى ايه المعادلة دي؟ ان انا عندي هنا ال A1 اللي هو الليفل 0 اللي هو اول WBS، وال C1 هنا بتساوي بلانك، يعني العمود بتاع ال C1 هنا بلانك اللي هو WBS ما بيبقاش فيه للاسم للاكتيفيتيز، الاكتيفيتيز كلها بتبقى من تحت ال WBS، فكل ال WBS في خانة الاكتيفيتي نيم بتبقى بلانك. تمام، عشان كده استخدمنا المعادلة دي هنا. وهنثبت ال A العمود بتاع ال A. اوكي، وهنثبت كمان العمود بتاع ال C. تمام، وهنقول له اول لون معانا كان اللون ال A، عندنا كان اللون الازرق والخط كان ابيض. هنقول له فورمات، هنا عندنا الخط بولد وابيض، وهنا عندنا الفيل كان ازرق.
تمام، هنختار الأزرق الغامق ده شوية. أوكي، هنقول له أوكي. تمام، بعد كده أخد المعادلة كوبي قبل ما أقفل عشان هنطبقها على كل الليفلز. حلو الكلام، هنقول له أوكي. هنلاقي أول دبليو بي إس معانا اتلون فعلا. تمام، هنكرر الخطوة تاني، هنقول له نيو رول، هنقول له يوز فورمولا، هنعمل بيست للفورمولا، وهنقول له A1 هنا بتساوي 1. تمام، فورمات هنختار الفونت هنا بولد، وكان ايه الخط هنا كان لونه ايه تاني دبليو بي اس، كان الخط كان لونه اسود، والفيل الفيل كان لونه كان لونه ايه كان لونه اخضر جرين. تمام، هنلاقي تاني دبليو بي اس معانا اهو اتلون بنفس اللون. بعد كده هنروح على الليفل التالت، نقول له نيو رول، نعمل بيست للمعادلة، وهنا هنختار ال A1 تساوي 2. بعد كده هنقول له فورمات الخط، كان عندنا كان لونه أزرق بولد أزرق، نختار من هنا الأزرق أزرق الغامق ده. وبعد كده الفيل كان عندنا كان أصفر. حلو الكلام، تمام، وهكذا. هتشوف الليفل اللي بعده نيو رول بيست للفورمولا، انا هتقول له A1 تساوي 3. اوكي، هتقول له فورمات هنا الخط كان ابيض بولد ابيض، الفيل كان عندنا ازرق، هنختار الأزرق ده. أوكي، وكذلك هنروح على الليفل رقم أربعة، الليفل رقم 5، نعمل بيست للمعادلة، أنا هنختار A1 تساوي 4. تمام، وهنقول له فورمات كان عندنا الخط هنا كان بولد ولونه أبيض، لونه أبيض، وكان عندنا الفيل كان لونه أحمر. تمام، نفس الكلام نيو رول A1 هتساوي 5. بعد كده فورمات الخط كان لونه ايه بلاك، هنا بولد اختار بلاك، والفيل كان لونه سيان، اختار اللون الفاتح ده. اوكي تمام، conditional formatting تاني، بيست المعادلة A1 هنا بتساوي 6. طبعا احنا مختارين جدول زمني كبير في WBS ليفلز كتيرة جدا عشان يكون شامل معانا، يعني لو عندنا برنامج زمني صغير او كده ما نفضلش كل مرة نبرمج نفس الشيت يعني. تمام، نعمل فورمات، عندنا الخط هنا ليفل 6 كان بلاك، الخط بلاك بولد بلاك، والفيل اللي كان عندنا اللون اللي هو البيربل ده تقريبا، هو اللون ده مثلا. اوكي، لو نزلت تحت كده هتلاقيه شغال معاك. تمام، بعد كده عندنا ليفل 7، طبعا انا اتعمدت ان انا اعملهم كلهم قدامك. هنختار هنا A1 تساوي 7، فورمات الخط كان لونه اسود بلاك، والفيل هنا كان اصفر او اصفر فاتح يعني، مش هتفرق. اوكي، شغال معاك. بعد كده عندنا اخر ليفل، هنا A1 تساوي 8، الفورمات عندنا كان الخط لونه أبيض بولد وايت، الفيل كان أسود. تمام، حلو الكلام كده، هتلاقي كل ال WBS اشتغل معاك بنفس الألوان
ودنيتك تمام، ما عندكش اي مشاكل. بعد كده هتكبر عندك، ومثلا تكبر اول صف فوق ده، كبر مثلا خط شوية كده خليه بولد، واعمل مثلا الفل هنا خليه مثلا باللون ده، وخلي الخط مثلا ابيض. حلو الكلام، انت كده عندك الشيت جاهز. اعمل بقى هايد للعمود ده. بعد كده هتروح على المايكرو بتاعك وستوب ريكوردينج. تمام. طيب عايزين بقى نعمل زرار هنا كده للماكرو ده. هنروح ميرت للباتون ده كده، تمام، نختار مثلا هنا الماكرو بتاعه convert b6، اللي هو الماكرو الوحيد اللي عندنا يعني. تمام، نخليه مثلا export to Excel. تمام، يعني نكبر الخط كده شوية نخليه واضح. اوكي تمام، بقى انت كده عندك المايكرو شغال. حلو الكلام. لو مسحنا بقى كل اللي احنا عملناه ده، تمام كده عملنا له ديليت. لو جبنا بقى هنا نفس الاكتيفيتيز بتاعتنا، كنترول سي كنترول في، وشغلنا المايكرو بتاعنا، امورك تمام، ما عندكش اي مشاكل، كل الاكتيفيتيز بتاعتك موجودة، دبليو بي اس بنفس الالوان، الشيت بتاعك جاهز، ممكن تسلمه لحد من التيم معاك مثلا، او لو مديرك طلبه منك، لو محتاج تسلمه لمهندسين الموقع مثلا بحيث تعمل تراكنج على الانشطة او بتعمل ابديت. يعني الموضوع هيكون مهم وهيكون مفيد بالنسبة لك وعملي. لو استفدت من المحاضرة ما تنساش تعمل لايك سبسكرايب شير، وان شاء الله يعني هتستفيد لو انت مهتم بمجال ادارة القطاعات او مجال التخطيط. وأشوفكم في محاضرات جاية. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.